الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ينقل أنه في ليلة القدر ذيك الليلة اللي تعين مصير عام واحد، رأى طالب من طلاب العلم في الحضرة، حضرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإجى هذا الطالب طالب مبتدئ، فإجى الشيخ قال له شيخنا شنو أفضل الأعمال في هاي الليلة؟ أفضل الأعمال شنو في ليلة القدر؟ شنو واحد يقرأ؟ واحد يقرأ دعاء جيد، واحد يقرأ قرآن جيد، واحد يقرأ العنكبوت والروم جيد، أفضل الأعمال شنو؟ فقال له الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في أي كتاب تدرس يا أيها الطالب؟ فقال الطالب في ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك كتاب نقرأه نحن الطلبة في النحو والصرف. فقال له أفضل عمل في هذه الليلة أن ترجع إلى حجرتك وتطالع ألفية ابن مالك. وهذا الحديث أيضا ذكره أنه طلب العلم في ليلة القدر أفضل من العبادة، الشيخ القمي رحمة الله عليه في مفاتيح الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك.